يا مساء الخير والصحة والعافية والسلامة على عيون كل متابعاتي ومتابعات يومياتي وطبخاتي مع أم علي. شلونكم حبيبات قلبي؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون كلكم خير وصحة وسلامة وعافية وتشاهدون فيديو اليوم. بداية الفيديو صلونا على النبي وزيدونا النبي صلاة حبيبات قلبي، وخلونا ننطلق. هنا مثل ما تشوفون حبيبات قلبي، هذا كان سحورنا وسهمكم العافية. هذا السحور يعني آخر سحور، خلينا نقول يعني من شهر شعبان. اللهم ربي بلغنا رمضان إن شاء الله، وإحنا وياكم أتم الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد حبيباتي. مثل ما تشوفون هنا جوني حطار وحضرت صفرة يعني متواضعة الحمد لله والشكر. هذني الشغلات اللي فرزتين كلش هواي يعني فادني، لأنه السمبوسة والكبة هاي الشغلات بس سويت يعني دولمة، ويعني في جذر دولمة بساع، وسويت يعني خبز التولة العشق اللي كلش أحبه. هاي هنا اللقطة الحاسمة، شفت شلون قلبت الدولمة؟ شوف الشكل هو يحكي عن نفسه. سهمكم مليون ألف عافية حبيباتي. طبعا أنا دائما أتجي لكم جاءت أحب الدولمة كلش هواي. من يمنع عندكم تحب الدولمة كتبوا لي بالتعليقات، عن كلش هواي أحبها، خاصة إذا تكون شويتي بها حموضة، وإذا كانت حموضتها زايدة وبها شوية تيجي لسعة حرارة مال الفلفل الأسود يطلع فتشي يعني ممتاز. وحبيبات قلبي هذا كان غدانا وغدا الخطار، ومليون ألف عافية على يعني الأكل، ومليون ألف عافية على عيونكم يا طيبين. مثل ما تشوفون أكيد هنا بعد الغداء صبيت لهم الشاي، لازم أكيد الشاي من بعد الغداء ما يقبل غلط. فشوفوا الصحن شلون ترسته، يجي راح زايد يعني. وهنا هذا كان فطورنا اكيد اللي تبقى من الغداء حبيباتي، فيعني هو كان جاهز يعني وموجود. وهنا قلت هاي مال يعني الثاني يوم، قلت خلي اسوي همبرجر، لانه الهمبرجر ما بنزلته بالقناه، فقلت خلي يعني اصوره وانزله وياكم. مثل ما شفتونا عندي بصله كبيره، وخليت له هذه الفصوص من الثوم حسب الرغبه، يعني تخلين اقل بس ما يصير بدون ثوم، لازم ثوم. وهذا اللحم المثروم الاجل، فخليته يعني وياه مره لاخ ضربته بالخلاط حبيباتي. يا خلاط اني قمت اسحق بهذه المثرامة محضرة الطعام. وعندي نص صمونة نقعتها بمي وعصرتها من يعني مي، نشفتها وخليتها ويا الهامبرجر. ثم تشوفون حبيباتي طلعت العجينة مالتها كلش حلوة، حتى يعني من اشكلها تطلع فتشي ممتاز. وانا خليت له الملح والبهارات مال الهامبرجر، ضفت له الخل، واني من اسوي الهمبرجر اضيف له خليل بيضه وحده. زين حبيبات قلبي، وهنا راح اشكله بهذه، يعني اكيد كل بيت عراقي موجود هذا. هنا انا راح اسويهن واحضرهن وحتى اقلي وياكم، بس ما لحق اصور يعني، لانه اني مباشرة اقلي وكانوا ياخذون من ايدي، فبعد ما صورت ما لحقت اصور. بس المهم هي هذه كانت طريقة الهمبرجر حبيباتي، حبيت اصورها وانزلها لكم بالقناة حتى تستفادوا من عنده. يعني ان شاء الله هالايام رمضان يفيد، يعني مثلا تسوون تفرزون او مثلا تخلوا العشاء. يا عشاء هاي شبيه اليوم، اقصد يعني الفطور سحور حسب انتم يعني تحبون. انا هنا بالبيت كل شوي يحبون الهمبرجر، دائما يعني اجيب لهم جاهز، مرات يعني اسوي بالبيت. ومن بعد ما خلصنا وصفة الهمبرجر هنا انا راح اسوي لكم يعني تفريز الجزر وطريقتي بيه،
يعني راح يعني اشوف لكم شلون تسوون طريقة مربى الجزر، كلش سهلة وبسيطة وتجنن وما تخرب، تبقى عدة شهر شهرين ثلاثة لا تسكر ولا حتى تخرب، تبقى شهر شهرين ما عليه شي حبيباتي، لانه عقمه بمي كلش فاير، يعني العلب اللي اخليهن ببطنه اكزاز اكيد. ورداتي هواي كلش هواي دتبخلون علي بالمشاهدات وباللايك حبيبات قلبي، اللي وصلتني هنا أنا تخلي لي اللايك، لانه اللايكات كلش قليله والمشاهدات همينة كلش قليلة، يعني ما أعرف شنو السبب، يعني ذيك الأيام الفاتت مشاهداتي كانت زينة بس هسه لا، يعني مشاهداتي كلش قلت واللايكات يا دوب، يعني حتى مو على قد المشاهدات أمانة، اللي يشوف الفيديو يخلي لي اللايك حبيبات قلبي. هنا مثل ما تشوفون فيش طريقة دا قطع الجزر وهذا للتفريز، يعني مثلا يعني للبرياني تاتشينا مال يعني تمن ولحم وجزر كلش طيب يطلع. أنا أحب يعني الجزر بهيج شغلات بس هيجي ما أكله قليلة، يعني قلة قليلة أكل، بس عود جهالي يعني أطيهم من جيبه أغسله أقشره أخلي قدامهم أسوي لهم واهس، يعني هو كلش مفيد حبيباتي، فهم طالعين علي يعني ما يأكلون جزر، فأني هسه هذا كله قدامي يمكن هسه بالأخير يلا يعجبني شوية أكل من عنده، يمكن راح تشوفون مصورة. وهذا على حدة برشته بهيج الشكل حتى يعني اسوي المربى. تفضلوا حبيباتي سهمكم مليون الف عافيه. وبهيجي طريقه راح اخليهن صراحه بدني الاكياس، يعني دائما يعني قبل كنت اجيب من ذنيش الاكياس مات التفريز، هسه حاليا حتى ذني سعرها غلي، عندي يعني مثلا واحد من يفرز كل شيء يوفر، مو بس يعني مثلا يوفر وقت، لا يعني انا مثلا هسه من دا اجيب ذني الاكياس صراحه هذني هواي كل شوي استخدمه بالبيت ما بيها شي، يعني يعني مثلا مو الا اجيب اكياس ما تفريز هاي اللي تصير كلش تخان وتصير قويه وما عندي شي، يعني ايش راح اسوي مثلا، يعني احس الحرب بيه هناني، هو اني اخلي بيه الشغله اللي افرز بيها مثلا الفاكهه هالشي هم بعدها خلص حبيباتي. ومثل ما تشوفون هنا هذا عندي هنا كيلو ونص من الجزر، خليت عليه 5 أكواب من الشكر وكوبين من المي، اذا تردون خلوا شكر 4 أكواب وكوبين مي، خليت له ملعقة كوب يعني هيل ورشة ليمون، طبعا اسفة على هذه يعني اصوات الجهال بالشارع دا يلعبون، فخليته هنا على النار من بعد ما يعني يصير يعني مثلا اخذ له مثلا خلينا نقول غلوة انصي عليها واتركها واظل اروح واجي عليها اخلط بيها واشيل اللي يصير مثل هيجي فوق الفوق مالتها تصير مثل الرغوة، هذا كله لازم ينشال، اذا هذا بقى راح اكيد يعني يخرب عندنا. والله بنات يعني اذا تجربون هذه الطريقه تنجح عندكم تطلع كلش طيبه تجنن. وهنا اضفت له يعني قبل لا اطفي عليه بثواني خليت له نكهه الفانيلا، وهنا انتظرت عليه لحد ما اقول برد كلش وضفتهن بهذه العلب هم مال المربى، وشوفوا لي الشكل يجنن والطعم بعد اطيب. هنا أنا راح اذوق من عنده اني ويعني اعطي هجاني همينه، فهنا كلهم منتظرين يقول ماما خلينا نشوفها طيبه، قلت لهم كلش طيبه نفس اللي تشتروها من برا، احنا دائما نشتري من برا هاي الشغلات، فقلت خلي اسوي مربى همين اشاركه وياكم بالقناه انزله.
ومنها يعني جاينا رمضان ويفيدنا، ويا القشطه كلش طيب طعمه. يعني الحب والمربى والجزر، يعني هذه الطريقه تجنن. بس جربت سويت يعني المربى مات الجزر، لانه ما قدرت يعني مثلا هذا قدرت اسويه بالمباشرة، بس الكمية يعني مرة سويت لي كمية سويتها محضرة الطعام، صراحة ما اعرف يعني لونه تغير كلش هواي، وما ادري ليش الجزر يعني صار غامق لونه من سويته، بس هذا لا طلع كلش ممتاز، لونه كلش حلو يجنن برتقالي. وهنا دا اشوفكم شلون ثاني يوم تريقت من عنده ويا القشطة. حيوات قلبي، هذا كان طريقة المربى مالت الجزار، وهذا كان ريوقي، وسهمكم مليون الف عافية حبيبات قلبي. واكيد احنا ما راح نخلى من المواعين، لازم نغسل المواعين. اقول لكم خلوا لي اللايك حتى استمر يعني انزلكم فيديوهات وما اقطع بيكم اكيد. صراحة انا يعني سويت القناة حتى اشارككم كل شي حلو بحياتي يصير ان شاء الله، يعني يومياتي، الطبخات اللي اطبخها، حسب الشغلات اللي يعني اصورها انزلها ان شاء الله. ما اعرف بعد انتو تشتاقون لفيديوهاتي، حتى مرات يعني شيت اقول معقولة يعني ما يحبون صوتي، او مثلا ما يحبون احكي. فكرت انزل فيديوهات بلا ما يعني احكي، اظل ساكتة وبس هيك يعني انزل الفيديو بس كتابة، يعني اكتب بس ما احكي. فقلت اخذ رأيكم، ما اعرف بعد كتبوا لي بالتعليقات اذا يعني ما تردون احكي او اسولف بالفيديوهات، كتبوا لي بالتعليقات. وهنا حبيبات قلبي بعد ما خلصت هذه الشغلات اكيد غسلت المواعين ونظفت الطباخ كل زين. احنا ايش قد ما نقول نعزل ونرتب وتنظيفات رمضان، واحنا اول يوم رمضان خليه يجي ان شاء الله بسلامه، هو ان شاء الله الخميس اول يوم. شوفوا الطباخ شلون راح يصير، والمطبخ ينقلب قلب، والكاونترات، وما يبقى شيء على حال. هاي بس اول يعني خلينا نقول قبل رمضان بيوم الله الشكل كلش حلو، بس لا من بعدها تلقون كل شيء ينقلب، ما يبقى شيء على حاله. واكيد هاي التنظيفات نضل نعيد بيها كل يومية ورا السحور لحد ما نبدي نسوي الفطور. وصدق حبيبات قلبي اني قبل هذا الفيديو يعني نزلت فيديو هذا السابق اللي نزلته، يعني حكيت على التشنة والعمة سولفنا، بس اني اكو تعليقات ماكو، حسيت نفسي شنو قلت اني تشنة ظالمة هيك حسيت، ما اعرف رغم اني يعني ما حكيت شي غلط، يعني احنا دا نسولف فما اعرف يعني. وناس اكو تعليقات كتبوها لي الله يسهل امرك قلت هاي ليش عجبي شي كتبوني، هو شي ما يخصنا الي، اني الحمد لله والشكر ما عندي شي ويا اي يعني بشر بالدنيا، الحمد لله والشكر اني كافي خيري شري، قاعده ببيتي وساكته مالي شغله باي واحد بالدنيا. ف اكيد ما عندي شي ويا عمتي ربي يحفظها وعيالي كلهم على عيني وراسي، هم هم يعني مثل اهلي. وحبيبات قلبي اتمنى هذا الفيديو اليوم عجبكم ونال رضاكم واستحسانكم، واتمنى من عندكم تخلوا لي اللايك وتشتركون بقناتي اذا لسه ما مشتركين، وتشاهدون الفيديو وتفرحوني لانه المشاهدات كلش هواي هبطت. اني لهذا مالي وهس انزل لكم فيديوهات، اني اذا ماكو مشاهدات وما انتوا يعني ما تشجعوني اني شلون راح انزل لكم شغلات حلوه على رمضان؟ ها كتبوا لي بالتعليقات، لا تنسون اذا تردوني انزل فيديوهات بلي يعني ما احكي، وما تردون تسمعون صوتي عادي ما يعني ما احكي بعد خلاص، لانه قلت يجوز هذا السبب يعني لانه اني اسولف وياكم
ما تحبون تسمعون صوتي أو ما يعجبكم كلامي، لهذا ما تتابعون الفيديو. فإذا تردون إنه أني أنزلكم فيديوهات اللي هي ما أحكي من عيوني، راح أنزلكم فيديوهات اللي هي كلام فقط أكتب لكم يعني كتابة. وهنا من بعد ما راح أخلص التنظيفات هذني، يعني الشغلات الطباخ والسينك، لمعت المطبخ اكيد ان شاء الله راح انزلكم فيديوهات كلش حلوة ان شاء الله. بعد عندي مشتريات رمضان اللي اليوم تقريبا خلصتهن، وان شاء الله الركن الرمضاني همينه من بعدها راح انزلكم اياه. وحبيباتي لهنا راح ينتهي فيديو اليوم، وأقول لكم تحياتي وحبي وتقديري واحترامي لكل خواتي ومتابعاتي وأمهاتي ولكل من يتابع قناتي. أقول لكم لهنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو، مع ألف مليون سلامة. باي باي.